إن أعظم استثمار هو تنمية رأس المال البشري، والذي ينهض بالمجتمعات ويقودها نحو التطور، وهو مجال يلزمه احترافية الأدوات واستدامة العمل الموجه ضمن نهج مهني شامل وموثوق به. ولأن اكتساب الثقة يعادل قيمة الذهب في جوهره، سعى معهد جولدن تراست للتمتع بثقة قادة كبرى مؤسسات مملكة البحرين والخليج العربي وصناع القرار والشركات والأفراد بمخرجاته منذ تأسيسه وحتى الآن. تأسيس المعهد طبعاً هي برؤية بأن يكون مؤسسة رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال التنمية البشرية، تطوير الأفراد وتطوير المؤسسات بحيث نساهم في خلق فرص عمل واعدة للموارد البشرية في المملكة. منذ التأسيس المعهد قام بالعديد من المبادرات في عدة مجالات، منها الموارد البشرية، منها التسويق طبعاً التنفيذي وريادة الأعمال، ويستمر طبعاً عطاء المعهد بصورة مستمرة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية. يشهد معهد جولدن تراست سجلاً حافلاً بالإنجاز التدريبي منذ تأسيسه في عام 2007 للميلاد، حيث قدم أكثر من 1000 برنامج تدريبي في مختلف التخصصات للقوى العاملة والباحثين عن العمل. البرامج والمؤهلات اللي نقدمها جميعها مرخصة ومعتمدة من الجهات الرقابية، ونقدم أنواع مختلفة من البرامج، البرامج الدورات القصيرة، برامج الاجتياز، والبرامج المعتمدة من الجهات والمقدمة من الجهات المانحة داخل مملكة البحرين وخارجها. ويعمل المعهد عن قرب مع العملاء والشركاء لتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من برامج تطوير وتدريب لضمان أقصى قدر من الفعالية والتأثير وتحقيق عائد الاستثمار بصورة أفضل. على مدى السنين قدمنا وخرجنا متدربين وفق احتياجات سوق العمل واحتياجات أرباب العمل، ذات أثر على مسيرتهم الوظيفية وذات أثر على أصحاب الأعمال من زيادة إنتاجيتهم. استقطب المعهد ما يفوق على 15,000 متدرب، بينهم أكثر من 350 عميل متميز، وقد حافظ المعهد على استبقاء عملائه وإكمالهم للبرامج التدريبية بما يقارب 97% من إجمالي العدد، وقد كانت نسبة متوسط تقييمهم لبرامج التدريب حوالي 94%. التزاماً من جولدن تراست بتعزيز المعرفة وتنمية المهارات الإبداعية، يسهل للمتدربين عملية التفكير المستقل والنقدي، ويوفر لهم بيئة تعليمية مشجعة على الاستفسار والتعبير بحرية. في معهد جولدن تراست احنا نستخدم أساليب تدريب متميزة، نستخدم أسلوب البلاي ثينك ليرن اللي نخلي الطالب يتعلم عن طريق الاندماج، ويستخدم أساليب اللعب وأساليب التفكير النقدي، وفي النهاية نسوي ريفلكشن اللي هو نسترجع اللي احنا قاعدين دربنا عليه في السيشن نفسه، وبعدين نحاول ندور على طرق ممكن تطبيق اللي تعلمه في مقر العمل. من أشياء اللي تميزنا في جولدن تراست احنا نستخدم أساليب تقييم ممتازة جدا، نستخدم أسلوب الروبريك اللي نحصر فيه كل مخرجات التعليم ونحط الأدوات التقييم اللي تناسب كل مخرجاتنا. وذلك إيمانا من المعهد أن المتعلم هو المحور الرئيسي، مع تقدير دور المدرب في تبسيط المواد المقدمة بعدة طرق وأساليب تحافظ على نشاط المتعلمين الدائم. من الأشياء من الأساليب اللي نتبعها في تيسير التعليم Learning Facilitation هو أن احنا نركز على Student-Centered Approach اللي نخلي الطالب يكون محور كل عملياتنا في المعهد، سواء كان من تصميم البرنامج، من تقديم البرنامج، من تقييمه، ومن حتى تقديم الدعم لهذا المتدرب. ومن الأشياء اللي احنا نهتم فيها كمعهد جولدن تراست أن الطالب أو المتدرب عندنا يطلع يرجع لمقر العمل يتعلم مهارة أو معلومة يقدر يطبقها في تطوير نفسه وتطوير مكان العمل وتطوير حياته عامة. وسعياً من جولدن تراست إلى تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، يلتزم المعهد بضمان معايير الجودة لكل عمليات التدريب
وقد أخذت إدارة ضمان الجودة على عاتقها مسؤوليات كبيرة في التطبيق والصون والتحسين المستمر لنظامها. تطوير الأفراد، تطوير الشركات، هكذا اتخذ معهد جولدن تراست شعاره، ويمضي من خلاله في تقديم حلوله التدريبية الشاملة ومتعددة الجوانب لكل، سواء الأفراد أو الشركات، ليكن مدرب جولدن تراست شركاءكم في تطوير الثروة البشرية.